الاحساسات ممكن يكون شعور ناتج منه خوف، ناتج منه اشياء قد تكون غير حميده. لكن اليوم نحن خلينا نسلط الضوء على احساسنا بالامان، واحساس الامان هل هو مفقود ولا موجود، ولا متين نحن بنحسه، وبنحسه من اي ناحيه، ومن ناحية منه من الناس اللي ممكن هو يحسسنا بالأمان أكثر. خلينا نتعرف عليهم من خلال الأستاذ رشيد عبد القادر، اختصاصي علمي نفس حاجة الإنسان للشعور بالأمان. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك أنسام، وصباح الخير على كل التيم الموجود داخل قناة طيبة الفضائية، وصباح الخير كمان لكل المشاهدين اللي بيشاهدونا عبر شاشة قناة طيبة الفضائية. وإن شاء الله إحساسنا الدائم ومطالبنا دائما واحتياجنا الدائم للأمان يكون فعلا هو الحاجة المرجوة والحاجة المطلوبة والموجودة واللي احنا بنعيشها. إن شاء الله ما في زول يعيش وهو خايف وفاقد إحساس الأمان. إن شاء الله يا رب. أستاذ رشيدة، خلينا في البداية نوري للناس شنو يعني حاجة الإنسان للشعور بالأمان. هل الإنسان بيحتاج فعلا لأنه يشعر بالأمان عشان شنو يعني مثلا، ومن متين يبدأ الشعور ده نفسه؟ الإنسان فعلا بيحتاج إنه يشعر بالأمان، لأنه دي واحدة من حاجات الإنسان الأساسية اللي يقدر يستمر بها في حياته. لأنه تخيلي لو في شخص هو بيشعر دائما بوجود خطر أو بوجود تهديد على حياته، على إنه هو ممكن يفقد حاجة أو يخسر حاجة، حتى لو بقت حياته أو حاجاته اللي هو محتاج ليها عشان يواصل مسيرة حياته، ده بيكون ما قادر يواصل مسيرة الحياة بشكل طبيعي، لأنه بتكون الإحساس بالخطر أو التهديد بيكون مسيطر على مزاجه، مسيطر على سلوكه، ما دام هو أصلاً هو بيشغل جانب كبير من تفكيره، وما دام هو مطلب أساسي واحتياج أساسي من احتياجات الإنسان، فمعناها إنه لا يستطيع الإنسان على الإطلاق إنه يعيش بمعزل من وجود هذا الشعور. الإحساس أو الشعور بالأمان هو معناه إنه الشخص يكون يشعر بالراحة، يشعر بعدم الخطر، يشعر بعدم التهديد. التهديد على شنو؟ التهديد على نفسه اللي هي حياته، على ممتلكاته، على أحلامه، على كل حاجة بتكون هي واحدة من مطالبه اللي بيحتاج لها عشان يقدر يواصل الحياة. جميل. عشان هو يقدر يواصل الحياة يبقى معناها إحساس وشعور الأمان هو ممكن يبدأ من الصغر. نحن ممكن نقول إذا الجنين طلع من بطن أمه أول حاجة بيدوها بيخطوا لها الطفل عشان ما تحضن ويحس بإحساس الأمان وإحساس الأمومة في نفس الوقت. صحيح. الحاجة دي مهمة في اللحظة الأولى دي، بتنشأ مع الإنسان ولا ممكن تتعوض فيما بعد؟ صحيح. بغض النظر عن الحقائق يعني العلمية وكذا، شوية كذا إذا جينا إحنا نتعمق شوية في التفكير، أنت ذكرت حاجة جميلة جدا اللي هو إنه الطفل حتى أول ما يطلع من بطن أمه هي كانت بيئة بتوفر له الأمان. صحيح. يعني هو بيلقى الغذاء، بيلقى الدب، بيلقى يعني هو موجود في حضن أمه يعني في أحشاء يعني. فبالتأكيد الصرخة بتاعته غير إنه هو الشيطان، نزغ الشيطان والحاجات دي، هو كمان لاحظ إنه فقد باعتباره الأمان اللي كان موجود اللي هو فيه، هو كان موجود فيه وخرج إلى مكان لا يعرف عنه شيئا. الحاجة اللي بتخليه يسكت فيما بعد اللي هي نوع من اللمسات الحانية، من إنه يكون في حضن أمه، إنه يعطي كمان يعني إنه يرضع مثلا من أمه، دي كلها حاجات بتديه الإحساس أو الشعور بالأمان عشان يكون هادئ في اللحظة ديك. فهي فعلا احتياج في كل خطواتنا اللي احنا بنخطيها في الحياة. يعني انت بالتأكيد ما بتقدري حتى تفتحي باب البيت ما لم تكوني متأكدة انك انت ما طالعة على نار مولعة برا ولا حاجة ممكن هي تسبب لك بالأذى. الدليل على كده انه لو جينا واحدة من الأمثلة اللي كنا أو كان البلد عايشها الفترة الفاتت، لما كانوا الناس بيعيشوا جو من عدم الأمان، عدم الأمان إنه ممكن يكون في أشخاص مسلحين أو أشخاص متفلتين، أيوة متفلتين، إنه في الآخر أنا أطلع كيف يعني، في النهاية بخلي نفسي في البيت. ليه؟ نوع من إني أشعر بنوع من الأمان
لانه انا ما بقدر. دي الحاجه اللي اني اعرض نفسي للخطر، دي الحاجه اللي بتخليك تتاكد انه الانسان مهما كان ومهما بلغت درجه قوته وجهته الا انه بيحتفظ بالمحاوله الدائمه بانه يكون في مامن من اي خطر هو موجود من حوله. حتى في علاقاتنا مع الاخرين، اذا ما انت احسيتي بانك انت في مامن، يعني انه الشخص اللي قدامك ما بيشكل لك تهديد، انت ما بتقدري تبني معاه علاقة، يعني سواء صحيح. علاقة صداقة او علاقة مستمرة مثلا زي علاقة الزواج او غيره. حتى جارك اذا ما كنت بتأمني نفسك يعني وبتأمني على نفسك يعني من جهته، ممكن ترحلي تخلي ليه الحلة والمكان. أيوة. لكن خليني نشوف احساس الانسان بالشعور الامان. شعور الامان في حد ذاته ممكن يولد اشياء ممكن تكون جميلة وأشياء ممكن تكون حميدة. يعني بما أنه أنا وإنت صديقات، إذا أنا بحكي لك وإنت بتستنطي وبتسمعي وبتكوني عايشة مشكلتي، يبقى معناها حسستيني بالأمان. ده نوع من أنواع الأمان، بيخليني أنا أستكمل وأستفيد في الحديث وأتكلم وأوريك كل أسراري عشان أنت أديتيني الأمان. لكن تخيلي إذا أنت بتكذبي أو بتقولي كلام ما حقايق، فبالتالي أنا أحس بعدم الأمان. يبقى يا ما إنت عملت معاك، يا إما ما حكيت لك أو طلعت حاجة من أسرارك اللي هي موجودة عندي للخارج، فأنت بتكوني افتقدتي من جهتي الجانب بتاع أنك تأمنيني على حاجتك، وبالتالي افتقد الأمان أو الثقة الموجودة بيننا. ده تفكير سليم بالتأكيد، لأنه لو جينا للأمان ذات الشعور بالأمان بنلقاه أنه محتاج لعدة نقاط، يعني أنها هي تتوفر، اللي هي جزء منها اللي هي الوعود، يعني يكون في وعد بيننا، في وعد في علاقتنا، في 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 حاجه انت تعهدتي بها وما عملتيها وبعد ذاك يكون في التزام بانه فعلا الوعد او العهد الارتباط اللي هو نوعيه الارتباط اللي بقى بين انه يكون في نوع من الالتزام بانك تقومي بالوعود. او يعني مثلا اذا 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 الجهه امنيه مثلا موجوده، عشان انا ابدا أشعر تجاهها بالأمان لابد أن تتم تتخذ واحد من الأشياء أو واحد من الاحتياجات الأساسية اللي هي الأمان، ده إنها تتوعد أو تتعهد بإنها تأمن، يعني تديني الأمان. بعد ذلك لازم يكون في التزام، لأنه إذا حصل أقل سلوك فيه بيخل بالجانب بتاع الأمان بالنسبة لي، بالتأكيد أنا أفقد الجانب بتاع إني أنا أثق فيك، وبالتالي الشعور بتاع الإحساس بالأمان بوجودك بيختفي أو يقل أو يقل بالتدريج. كل ما زادت سلوكياتك اللي فيها تهديد بالنسبة لي في الجانب بتاع الشعور بالأمان، كل ما افتقدت درجة الثقة والشعور بالأمان من ناحيتك. معناته في الآخر أي حاجة لو عملتها لن يغير هذا الشعور ما لم تثبت لي يعني بتصرف أو بسلوك بيختلف عن السلوك اللي هو بيعتبر مهدد للأمان بالنسبة لي. وتحديدا تهديد عدم الأمان والأمان في حد ذاته، أحيانا بنلقى زول عنده ارتباط بمكان معين، بكرسي معين بيقعد فيه في حتة معينة، بيكون هو قاعد في المكان ده عشان هو حاسي بأمان. حتى لو قلت له يلا كم عاي مشوار أو نحن نمشي أو حنعمل حاجة الفلانية، بتلقيه هو ارتباط بس بالمكان ده. إذا عمل حاجة واحدة من الحاجة دي ممكن يمشي يرجع بيتهم. صح. هل الزول ده فاقد الأمان في المساحة في النص دي وبيلقى الأمان ده بس في المكان اللي هو بيكون جالس فيه، إذا كان مكان عمل، مكان هو بيرتاح فيه، وإذا كان كافيه، إذا أيا كان المكان. أيوه. فبالتالي بيرجع للبيت عشان هو حاسي نفس الأمان في البيت، لكن في حياة مفقودة في حياته كثيرة جدا، لا أصحاب لا زملاء لا أشخاص لا. صح. لا مجتمع ولا حتى الشارع العام، ده فاقد الامان في الاطار ده. ولا هو الانسان بطبيعته دائما بيركن للجانب اللي بيحقق له نوع من الامان والاستقرار النفسي. يعني والانسان بطبيعته هو اصلا بيمر بمراحل مختلفه في حياته، يعني بيصل الانسان في مرحله من مراحل حياته بيرفض الجانب بتاع الازعاج، يعني السلوكيات اللي بتكون مزعجة بالنسبة له، وبكون دائما بيرضخ لأنه هي بتعد بقدر الإمكان عن أي حاجة بتخلق له نوع من التوتر والمشاحنات. بيكون بيعتبر أنه أصبح هو في مرحلة بيطالب فيها بهدوء أكثر من أنه أنا أعيش جو مليء بالصخب والحاجات
بتخليني أعيش جانب بتاع التوتر وقلق وحياة غير مستقرة ومشادات ومشاحنات وصراعات بيني وبين الأشخاص الآخرين. ده إذا بقينا في مراحل معينة. إذا جينا للتصنيفات العمرية مثلا، الأشخاص اللي بيكونوا ماشيين أو دخلوا في عمر 40 سنة فما فوق، ده الأشخاص حياتهم تاني بيكون رغبتنا الداخلية النفسية في إنهم يعيشوا نوع من الهدوء، بيكونوا خلاص هم ما عايزين يدخلوا في مشاحنات ولا منازعات ولا صراعات مع الأشخاص، عايزين نوع من الهدوء. يعني ديل غالبا يهو دائما بيركنوا لأنهم يكونوا، إذا كان البيئة اللي هم موجودين فيها ما بتوفر لهم النوع بتاع الهدوء والأمان، فبيكونوا دائما هم بيختاروا إنه يبعدوا عن الأشياء. الحاجة دي ممكن تكون واقعة حاصلة، وانا كانت تابعتها من خلال حاله في واحده من المدارس المختلفه، فكنا بنعمل دراسه على حالات، فالنتيجه اللي وصلنا لها انه كثير من الطلبه ما بيحبوا الانجليزي. ايوه، وما بيحبوا يشاركوا في ماده الانجليزي يعني، ولا بتلقى التفاعل نفس اللي كان في ماده العربي ولا الرياضيات ولا العلوم. ليه؟ بيقول لك انه انا ما حاسي بامان تجاه الاستاذ، يعني الاستاذ انا غلطت ممكن يضربني. أيوة. وانا ما بقدر اقوم اقرا عشان يمكن اغلط وهو ما يتصححني، حيقول لي خلاص يا اقعد يا حيعاقبني وحيخلي زول ثاني ممكن يكمل. احساس الامان بالنسبه للطلاب ذاتهم للاستاذ عشان يقدروا يفهموا منه اكثر، يتلغوا منه معلومه بطريقه جيده. اذا انت ما اديتني احساس الامان يبقى معناه انت فقدتني ماده بحاله وخليتني انا ما احبها، وتظل الحاجه دي في ذهني. واذا مشيت مدرسه ثانيه واذا عملت، عدم احساس الامان ممكن يكون مرتبط بحاجه جواك يخليك ثاني اصلا ما تامن لانسان ولا تحس بالامان. بالتأكيد. شوفي، يعني الإنسان طبيعته حياته دي كلها مرتبطة فيما بينه، مرتبطة ببعضها، وما في شخص بيتولد لديه شعور سلبي تجاه شيء معين أو بيفتقد واحد من الحاجات الأساسية اللي المفروض هي تكون بنفس اللي هو إنه يشعر كالأشخاص الآخرين بالحب، يشعر كالأشخاص الآخرين بالأمان، يشعر بالنظرة الإيجابية تجاه المجتمع، ما لم يكون أصلاً هو تعرض لنوع من الانتهاكات، أنا بسميها الانتهاكات. طيب. اللي بتنتهك حقه في إنه يشعر بهذا الشعور. يعني حتى مشاعري تجاه المعلم المعين ما ممكن ومستحيل تكون سالبة ما لم يكون أنا حصل لي ارتباط ما، يعني سواء كان من المعلم الفلاني في المادة الفلانية أو شخص آخر كان بيدرس نفس المادة لكن أصبح هنالك ارتباط. يعني إنه الشخص اللي بيدرس المادة الفلانية هو شخص عنيف، شخص غير عادل. المهم يعني دي بتكون دائما حلها في إنه لابد من وجود سلوك آخر يبعد لي السلوك وينفيه تماما. أيوة، عشان أنا أقدر في النهاية أحس بنوع من الأمان. يعني لا يستطيع أي شخص إرجاع نفسه في علاقة مع شخص آخر ما لم يثبت بالعمل وليس بمجرد الحديث، البيان بالعمل. البيان بالعمل يعني فرصة للشعور بالأمان. يعني الآن الوضع مثلا الموجود داخل البلاد، يعني بالتأكيد إنه كل الجهات الأمنية وكذا إنه هي العمل بتاعها أو الواجب بتاعها بيحتم إنه هو الوظيفة بتاعتها إنه هي تشعر المواطن أو تحاول أن تحافظ على أمان المواطن. أصبح هناك بعض التفلتات أو بعض الأمور اللي بتبعد هذه الأجهزة من إنه الشخص يكون يملك الجانب بتاع الشعور بالأمان تجاه هذه الأجهزة، وإن هي تعتبر واحدة من الجهات اللي بتوفر لها الأمان. طيب، يعني بقى في مشكلة، فقد الشخص إن يشعر بالأمان تجاه هذه الأجهزة ما لم تثبت هذه الأجهزة العكس. المجزرة اللي حصلت في القيادة العامة، ربنا يرحم كل شهداء الوطن ويشفي كل الجرحى، أكدت لكل الشعب السوداني إنه الحصل في القيادة العامة وفي المجزرة كان عدم أمان. أيوة. وعكس فعلوا عكس ما يقولوا، وعدم أمان لدرجة إنه خلت الناس تاني تكون ما في مصداقية. صحيح. حتى لو كان في أي خطاب على التلفزيون، ما نقول على الفضائيات، الناس بقت بتسمع بهنا وبيطلع من هنا، حتى لو كان كلامك حقيقي. صحيح. حتى لو أثبت لي، أنا بظل إنه يرسخ في ذهني أنت يوم من الأيام غدرت بي. صح. وعملت حاجة ما كان متفق عليها وديتني عدم إحساس الأمان. صح. انت اول ما انا احس احساس عدم الامان بيني وبينك بتحصل فجوه. صح. بتحصل عدم مصداقيه. صح. بيحصل
انه حتى انا ممكن ارفضك ما اقبلك خالص. صحيح صحيح صحيح. لا اامنك على حياتي على الاطلاق ما لم انت يعني توصل لي الشعور بالامان من خلال سلوكيات المختلفه. وبرضه بكون متخوف منك. ارتبط وللاسف الشديد انه ارتبط حتى عدم الشعور بالامان حتى تجاه الزي. يعني كان سابقا ممكن يعني اذا انت موجوده في اي شارع اذا شعرتي باي نوع من الخطر يكفيك بس انك انت طري واحد من رموز الامن يعني انه في مغربه او في الشارع المعين انه خلاص. ليه؟ لانه انت ارتبط في ذهنك انه هذه الوظيفه هي تحفظ امانك. صحيح. تحفظ مهما كانت يعني الان بالعكس اصبح هناك في مشكله يعني حتى اذا جاء واحد من الاشخاص عشان يساعدك انت بتكوني خايفه منه اكثر. بتكوني خايفه منه اكثر حتى لو مره انت بتكوني نوع من التردد من عدم الامان اللي وصل الناس للمرحله دي. معناته نحن محتاجين عشان نوجد الشعور بالامان انه يكون في سلوكيات تثبت بالبرهان وبالتاكيد يعني انه تاكد امكانيه انه انا اثق في الشخص من مجددا أول جديد عشان انا اقدر اشعر بالامان. يحتاج الشعور بالامان لوجود وعود ووجود التزام بالوعود وتحتاج لنوع من التأكيد عشان في الآخر يصل الإنسان بنفسه لمرحلة من الشعور الداخلي. صحيح. بالأمان لأنه الأمان هو ليس شعور خارجي فضفاض ولكن هو شعور داخلي ينبع من داخل الإنسان لا يستطيع أن يتحكم فيه على الإطلاق. يعني وغطنتي منه سلوكيات بعد كده. يعني أنا حتى الشعور الداخلي ده أنا بحسه داخليا لما تنتج من أي شعور الشعور ده تكون ناتج من دواخلي. يعني أيوة. أنا عملت كده عشان أنت كان تصرفك لي حاجة هي فعلا تحتاج لتأكيد ولبراهين مثبتة يعني حتى أنه الإنسان يشعر بالأمان. في مرحلة عمرية معينة فئة معينة نحن محتاجين أنه نشبع بإحساس الأمان عشان ما تفقده. أو بيقول لك مثلا فلان ما لقى الامان فمشى فتش في مكان ثاني. هل ممكن الامان ممكن يتلاقي في اي مكان في اي حاجه؟ انا ممكن بالنسبه لي يكون في بديل ولا انا اكون ليه يكون بيتنا ما فيه امان؟ ليه يكون الامان في البيت الكبير مثلا؟ ليه الشارع الفلاني ما فيه امان لكن الشارع ده فيه امان انا بقعد فيه؟ شنو المرحله الاول فئه او المرحله العمريه الناس اللي احنا المفروض نرسخ لهم احساس الامان عشان يمشي معاهم لقدام؟ هي ما في فئة عمرية محددة. أنا شايفة إنه ممكن إنه كل الفئات العمرية تحتاج لأنها هي تشعر بالأمان. حتى لو كان طفل صغير عايز يشعر بالأمان من ناحيتك عشان يجيكي. صحيح. يعني حتى الطفل ما بيجي لأي شخص ثاني ما لم إنه وفر له واحدة من احتياجاته لكن مربوطة بإحساس بالأمان. يعني غير كده يعني بغض النظر عن النظريات وعن العلماء إنه في عالم كبير وهو الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة يعني والسلام. إذا كان ربط يعني نحن الآن بنتكلم عن الوطن وأنه الإنسان لا يعني لو يموت في وطنه هو لازم يتمسك بوجوده داخل الوطن مع إنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى إنه من السير السابقة وكذا إنه الشخص حتى لو لقى في بلده إنه الحاكم ظالم إنه ممكن يهاجر طبعا يخلي له البلاد ويمشي بلاد ثانية يسافر لشنو؟ هو بيزعل لشنو يعني في السفر؟ للأمان. هل يسافر لأنه عشان يمشي يستمتع يعني عشان يحس بالأمان؟ ما دام هو يحس هنا بالظلم. الظلم هو إحساس أو شعور بعدم الأمان. يعني إنه في أشياء كثيرة أو حقوق كثيرة أنا يعني حقتي أنا لا يعني ما بجيدة. إذا عشان أنا مطلب للحاجة دي معناته شنو؟ معناته الأمان عشان تحسي به هو ما لازم تربطيه بمكان معين أو ببيئة معينة أو بأشخاص آخرين. يعني متاح للإنسان إنه عشان يشعر بالأمان لأنه دي حاجة مهمة يشعر الإنسان بالأمان حتى يستطيع إنه يواصل حياته حتى يستطيع إنه يعيش حياته بطريقة طبيعية عشان يقدر يطلع. صحيح. من هذه المرحلة يعني المرحلة بتاعت الحياة إلى المرحلة الآخرة بأمان. عدم يعني الأمان بديك إحساس بالتوتر إحساس بالخوف إحساس بالقلق. إذا أنا جيت قاعدة في مكان وحاسة إنه أنا في المكان ده فلان ده ما حاسة اتجاهه بالأمان وبتضايق منه فيشي طبيعي إنه أستأذن وأطلع ودي مشاعر أحل المكان مشاعر. دي وده مرتبط بمشاعر. صح. لكن إحنا خلينا نشوف مشاعر الأبناء مع الآباء واحتياج ليه الحاجة دي والأمان اللي بدون ليه الآباء لأبنائهم.
الكبير جدا، وقد يكون مفقود احيانا بسبب ظروف مرت بهم، بسبب مشاغل حياتيه قد تكون كثيره. لكن خلينا نشوف وتابع معنا استاذ رشيد، نشوف عم الملاحي في الصميم حيوصل لنا واحده من الرسائل اللي هو دائما بيحرص انه يوصلها لنا. نتابع في الصميم تواصل الابناء مع الاب، وهو ما بعيد من الامان، ونرجع نستكمل اماننا مع استاذ رشيد عشان احنا حاسين معاه بالامان. عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي حيقول لكم كلام في الصميم. اجي يا الماحي، مالك حايم فينا كده زي ابو الزنان؟ الولد ده من فرز عيشته بقى لابيني لأمه ولا لأبوه. قبل أسبوع ما كان معاه؟ يا أخي نفسي أشوفه قبل أموت، عشان كده ما كنت داير يرحل. دي مرته دي قاعد تقول له حاسة إني مخنوقة، وحاسة إنه بيتي دايرة براي، وقالت له بيت ضيق ضيق عليه كل الدنيا. أنت سمحت قالت له كده؟ أنا عارف أحمد ولدي، ما بقدر أبعد منه كله. يا الماحي، الأولاد ديل والبنات بعد ما يتزوجوا لازم يقعدوا براهن عشان يتعلموا المسؤولية. لكن شهر كامل مجونة؟ أسبوع يا أختي، بعد شهر مع الدرارة الطالع ده أنا هنزل لايف فيسبوك. السلام عليكم، معاكم معمكم للماحي اللي بيسألوا مني. أنا طولت ما نزلت لايف لأني كنت مريض، ولدي راح الماجاني لأنه دي مرته الملة اللي قعدها في حليق. استغفر الله. يا جماعة، أنا دار أوصل الرسالة دي لأحمد ولدي. يا أخي بيتي ده كبير شايفينه، ومعاه ده مشاجر، وأنا محتاج له جنبي. يا أخوان عندي سؤال، ليه الأولاد بعد نربيهم يكبروا ويعرسوا ويفوتوا وخلونا؟ نورك السابق يا فرح. جيب التلفون ده هنا يا ناحي، والله ليلك أما كسرته ليك ما اسمي صفية. أتحداك ما تقدر تكسروه، ليلة صغير فيرين. أبوي أمي، نحن جينا وما حنمشي منكم تاني كله كله. فزع عليكم الله، أقفلوا اللايف. أنتوا عارفين بيشاهدوكم كم هسا؟ كم؟ أكتر من 1000 مشاهدة. ناس ما تجينا باللايف. اللايف ذاته لو بيجا ما فيه أمان وإحساس بالصدق، كثير من الناس ما بتحضرك ولا بتتابعك. وشفنا نحن كثير من الناس اللي طلعت وعملت ثورات من خلال اللايف بتاع الفيسبوك، والناس آمنت ليها ودت الأمان وبقت تسمع ليها وتشاهدها. لكن للأسف الشديد لحظة جل خزلان راح الأمان، وبقى حتى اللايف اللي بيشاهدوا اللي بيعمل أسي قال كم ألف لايك وكم متابعة أصبح غير موجود. يعني ممكن ما أعمل لك متابعة ولا لايك ولا أشوفك ولا لحظة، لأنه الطبيعي أنه اللايف ممكن يدي أشخاص الشعور بالأمان، لكن في أشخاص آخرين ممكن يكون مهدد بالنسبة لهم، يعني بيكون هو ما فيه نوع من بيسبب مخاطر بالنسبه لهم، بيسبب تهديد بالنسبه لهم زي ما شفتي هسه. يعني بالنسبه طبعا بالنسبه له هو يعني بيديه نوع من جانب بتاع التفريغ، لكن بيعتبر اتجاه مهدد لولده، انه في النهايه الناس كلها حتعرف انه هو قصر وحاجات كثيره، يعني ما في داعي. فعشان كده حتى الابناء لما جوا راجعين هم حيقعدوا عشان حسوا بالامان، حسوا بانه لاي مدى ممكن يكون الحوجه ليهم. احساس الحوجه ممكن يحسسك بالامان، مثلا احساس انا محتاج لك، يبقى معناها هل انا منكسر في اللحظه دي؟ انا محتاج لك، انا عايزك تكون جنبي، معناها عايز امان اكثر، عايز احساس وشعور مختلف. بالتاكيد انه الانسان هو عشان يكون شخص طبيعي هو بيحتاج لوجود علاقات اجتماعيه كواحد من الاشياء اللي بتعتبر احتياج اساسي بالنسبه للانسان. يعني الشعور بالامان ممكن يكون ده واحد من الاحتياجات، الشعور لوجود الحب والعلاقات الاجتماعيه ده واحد كمان من الاحتياجات الاساسيه اللي ما بيقدر الانسان في حياته اصلا يفصل الاشياء دي عن بعضها، لانها هي كلها موجوده من ضمن احتياجات الانسان. احتياج الانسان للمكان اللي بيعيش فيه، واحتياج الإنسان للمأكل والمشرب وللحب وللعلاقات الاجتماعية، ولأنه حتى جسديا تكون عملياته الفسيولوجية بتتم بصورة طبيعية. كل الأشياء دي بتعتبر من الاحتياجات الأساسية بالنسبة للإنسان، وما بيقدر يفصل نفسه عن وحدة منها، لأنه بتكون مهدد لاستقراره النفسي بين الناس. يعني
فلازم الإنسان دائما بتكون حاجاته الأساسية دي بالتأكيد أنها هي مطلب بتمشي معاه للنهاية من الصغر لغاية ما يكبر. يكبر. أيوة. وعشان هو إذا حس ذاته بالأمان من الصغر هو بيظل في وجود الأمان ده وبيحسسه للإنسان الغير وللحوله للبيئة اللي هو موجود فيها. عشان كده إحساس الأمان لما يكون من الإنسان هو صغير يبقى صعب تاني ممكن يكون مكتسب مثلا بالنسبة لنا. إذا قبل أنت ذكرت إنه أنت تعكس لي، إذا أنت عكس لي بموقف يحسسني أنا بالأمان، هل أنا ده بيخليني أخذ أمن عليك من جديد ومرحلة الأمان ترجع بكامل الثقة وبكامل الأشياء، ولا بتكون في اهتزاز في الأمان؟ يعني أنا خايف منك تحت أي لحظة. في اهتزاز لغاية ما أنت تثبت لي للآخر. يعني تحتاج المرحلة الأولى لأنك أنت فعلا توعد وتلتزم ويكون في استقرار. يعني لاحظي أنا كمان ما ممكن حاجة أدخل لي وظيفة وأنا عارفة إنه مرتبة ما ثابت يوم كده ويوم كده، وفي الآخر برضو احتمال تكون لي فترة محددة وأكون خارج الوظيفة دي. أنا محتاجة لأنه أنا أنت توعدني بأنك أنت تديني مرتب معين تلتزم بإعطاء المرتب، يكون في استقرار لإعطائي هذا المرتب ويكون في إحساس من الإطمئنان والأمان لأنه أنا عارف الفترة الممكن أنا أكون فيها في العمل ده لغاية بتين، لكن مش فجأة أنا أفقد العمل. في نفس الوقت الأب والأم دي طلعت بها شوية كده لأنه قرأتها قبيلها، يعني بيحتاج الأب والأم أو يعني في ظل التفلتات أو الانكسارات النفسية الاجتماعية اللي أصبحت صعبة أو التصدعات الأسرية الحاصلة اللي خلت جزء كبير من الأبناء يرموا بأبوهم وأمهم في دار العجزة، صحيح بيتخلي الأب والأم أو ممكن يكون واحد منهم بيعيش نوع من الصراع الداخلي وعدم الشعور بالأمان من تجاه أبنائه. يعني إذا كانوا بيتصرفوا معه بنوع من التملك أو السيطرة، يعني فبيحس شوية شوية إنهم كأنهم أصبحوا يسيطروا أو يسحبوا منه إحساس السلطة. السلطة يعني السلطة ويلا في الآخر بيكون عنده مشاعر إنه ممكن يرموا بي برا. يعني أنا حتى ممكن أفقد بيتي أفقد باعتبارهم عشان كده ممكن يعني نردخ لأي شيء مثلا. صحيح عدم الشعور بالأمان ممكن يخليني فجأة أتصرف في ممتلكاتي بطريقة على أساس إنها ما تكون في يدك. صحيح. الأولاد وممكن يكون ذاته حتى التعامل بينه وبينك يكون يعني ما فيه أريحية أو فيه مخلوط بنوع من التوتر والخوف وعدم المصارحة بين الأب وابنه أو بين الأب وابنته أو العكس أو الاثنين معا، يعني الأب والأم مع أولادهم وفي خوف زي ده. يعني هسا حاليا ممكن تكون واحدة من الحاجات اللي ممكن يقولوها بعض الناس يا أخي يعني أنت ممكن تضحي بأشياء كثيرة موجودة في حياتك، يقول لك أضحي بالحياة الموجودة في حياتي يقول لك عشان أبنائك. طيب عشان أبنائي ما ممكن أولادي ديل ذاتهم يجي يوم من الأيام يعني إذا كان ما عندي شعور بالأمان تجاه الأوضاع اللي هي حواليك ممكن يرموني في الشارع. في الآخر أنا يعني حيكون مصير شنو؟ ممكن تلقي واحد من الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص هم بيعيشوا نوع من الشعور بعدم الأمان، يعني عدم الأمان أي حاجة بتدوني عدم الأمان والتخوف اللي بيحصل للإنسان شعوريا بيخليه يصل لمراحل ممكن تكون بعيدة، قد تكون الجنون، قد يكون المرض، قد يكون يعني حاجات الإنسان ممكن ما يتوقعها. هل عدم الأمان بيساعد في إنه بما إنه أنا ما حاسب الأمان ولا في أسرة ولا في بيت ولا في زوجة ولا في الشارع العام ولا في العمل ولا هل الناس دي كلهم ما فيهم أمان وأنا الحاسبة إنه أنا صاح؟ مطالع أي إنسان بيقنع نفسه إنه يا أخي أنا صاح والناس دي كلهم أنا فعلا ما حسيت ولا لمست فيهم الأمان، يبقى معناه أنا حأمشي ساية أتكلم في الشارع، يبقى أما إنسان مجنون أصل لي مرحلة نفسية معينة بتكوني معرضة للإصابة باضطرابات نفسية، ممكن في الآخر تصل لمرحلة بتاعت اكتئاب، ممكن في الآخر تصل لمرحلة من الاكتئاب المتأخر شديد عشان يكون في حالات من الانتحار، حالات من الاختفاء، حالات من إنه مش الزول مرات هو زعلان شيء ممكن يقول لك أهجنا خليها ليكم والمكان ده، صحيح ممكن الشخص يختفي وما يتلاقي تاني كنوع من الميكانيزم الدفاعي الموجود عند الإنسان يعني النفسي اللي هو نوع من الهروب أو الانسحاب. وزي إحنا هسه حالتنا اللي الآن إحنا موجودين فيها في عدم شعور
بالامان من ناحيه انه يعني الناس بقت عايشه نوع من الـ من الـ من اللا امان في كل شيء. يعني صحيح. انه تعليم ما معروف، انا يلا اذا انا هسه حاليا دخلت، اذا انا دخلت الجامعه، اذا انا دخلت المدرسه ما معروف تستمر ما تستمر، حتقيف هي اصلا في ولا ما في. طيب الشغل ما معروف، الليله شغالين احسن اشتغل اخذت لي حاجات بجنبه اخزنها بجنبه، ما معروف ممكن الشغله دي تقيف فجاه ولا هنا ما القى لي حاجه ثاني. طيب واحد ممكن يصحى بالليل يمشي يجيب عيش عشان يكون عنده احساس الصبح، ممكن ما يلقى عيش، يعني العايز من خطوه بتاعت زواج ولا حاجه انه هو اصلا طيب وبعد ذاك اموره تمشي كيف، احل بيت حقدر اكمل وما حقدر اكمل، لانه في تزلزل صراعات داخليه، توتر، خوف من عدم الاستقرار، من لانه قلت لك واحده من الحاجات اللي بتامن لك على الشعور بالامان الاستقرار، يعني انه الوضع يكون مستقر عشان انا ما اكون خايف، عشان انا احس بالامان فعلا. لكن الوضع لما يكون ما مستقر، متذبذب، ما فيه نوع من الوعود او نوع من الالتزام بالوعود، فبالتاكيد انه احنا بنفقد الجانب بتاع الشعور بالامان، بالتالي مجتمع مهدد بانه يصاب بنوع هسه حاليا الموجود فيه اللي هو نوع من التوتر، نوع من القلق الشديد، نوع من الاحباطات صحيح. الشديدة الممكن بعد شوية لو استمرت لفترات طويلة جزء من الأشخاص اللي بتقع كل الإحباطات والإضطرابات دي بتتحول إلى أعراض جسدية فيها الشعور أو ظهور كثير من الأمراض الجسدية اللي ممكن يكون ما عندها تفسير معين صحيح، اللي هي الأمراض النفسية الجسمية، أو الشخص يكون نفسيا يكون شخص هش قابل للانهيار، بعد شوية يصاب ياهو باضطرابات نفسية عديدة من ضمنها ضمن وأصعبها اللي هو المراحل بتاعت الاكتئاب المتقدم، يعني زي الفقدان وزي الانتحار وزي أشياء كثيرة ممكن يصاحب عدم الأمان. عدم الأمان أنا ما بجده في المحيط الحولي، قد أمشي أفتشه، بيقولوا في مثل بيقول الغرقان بتعلق بقشة، أيوة. يعني أنا عايز أمان وملاقي في المكان، هل ممكن أنا أمشي أنا ألمس وأتحسس وأفتش في أي إنسان وفي أي مكان وفي أي بيئة عشان أقدر أعيش فيها؟ أيوة، وده الشخص اللي بيكون نفسيته شوية قابلة للمقاومة. يعني الآن الآن معلش، يعني إذا كنا إحنا موجودين في بيئة ما بتديني أي حاجة أكيدة، يعني أنا الآن موجود بوضع غير طبيعي، يعني الإنسان يحتاج لأنه يكون موجود في بيئة أقلها مؤكد انه انا عندي السكن كويس، مؤكد انه انا حلقى اكل اليوم كويس، مؤكد انه انا حقدر البس وكذا خلاص تمام، مؤكد انه انا حقدر اتعلم عادي. طيب بقيت مهدده في 1 2 3 وفي حاجات موجوده، يلا ما مشكله، ممكن يكون درجه مقاومتي شويه للصعوبات اللي انا عايشه فيها كويسه بتسوقني يعني نوعا ما لقدام انه انا ممكن أمر بالمقاومة بتاعتي، ممكن ما أصاب بحاجة وأتمسك بنوع من التفاؤل والإيمان العالي بأنه أنا إن شاء الله يعني لخير، كله لخير، وإن شاء الله ربنا يهونا وييسر الأمر وكذا والأمور تمشي كويس. لكن في شخص آخر ممكن تكون الحاجات دي كثيرة مهددة وهو لا يتمتع ببناء نفسي قوي، يعني لا يستطيع أن يقاوم هذه الظروف وهذه المهددات وهذه الصراعات اللي بيعيشها، ممكن عادي ينهار، لأنه شخص ده حيجيبه من وين؟ حيجيب من وين الشعور بالأمان إذا كان هو شخص يهدد في كل احتياجات حياته الأساسية؟ كيف يعيش الإنسان دون أن يأمن على أنه حيستر نفسه، سواء من ناحية لبس، سواء من ناحية السكن، أنه حيشبع يعني حيسد جوعه صحيح. كويس، وإنه هو حيقدر يتعلم كويس، وإنه هو حيقدر الشيء الطبيعي إنه البنت تحتاج إلى رجل ليساندها في الحياة والرجل يحتاج إلى امرأة لتسانده في الحياة. إذا كان لا يستطيع أن يأمن لنفسه إنه يحاول يشوف بدائل، قد يشوف بدائل ولا بتشبه المجتمع ولا بتشبه صحيح. نفسه ولا بتشبه طبيعته ولا البيئة اللي هو عايش فيها، لكن حاس إنه كل البيئة اللي هو موجود فيها الآن عدم إحساس الأمان، إحساس بالخوف، بالرعب، إحساس بعدم توفر أبسط مقومات الحياة، يبقى معناه أنا حأتصرف عن اللامبالاة، قد لا أبالي في اللحظات. يحتاج الإنسان لأنه هو نفسيته تكون هي أصلاً، نحن في البداية لم ننذر، يعني ما دقوا لنا جرس كده وقالوا لنا يا أخواننا أنتوا فجأة حتكونوا في وضع زي ده، يعني الناس نفسياً
كانوا غير مهيئين لأنه يكونوا يصلوا لهذه المرحلة. لو كانوا أشخاص مهيئين يتم عبر التدريب، عبر شحن الأشخاص ثقافيا إيمانيا نفسيا عشان يستعدوا لمواجهة هذه الأزمة. ليس كل الأشخاص قادرين على مواجهة الأحداث مهما كانت درجة قوتها، عشان كده حصل الصدمات، عشان كده أيوة بنختلف إحنا ذاتنا داخل البلد بنختلف. كل شخص بناء النفسي بيختلف عن الآخر، صحيح. وكل شخص مقاومته للأحداث الحالية بتختلف عن الآخر. إذن كل شخص فينا بيختلف عن الآخر بنسبة وجود درجة الشعور بالأمان داخله، يعني بالتأكيد. يعني أنا بشوف إنه الأغلب الأغلب، وإن شاء الله أكون طبعا هي تحتاج لدراسة وعملية بتاعت بحث عشان نصل للنسبة الناس اللي بيكونوا هم عندهم أو محتفظين بقدر متوازن شوية ولو كده من الأمان، من الشعور بالأمان، ونشوف نسبة الأشخاص الموجودين معانا اللي بيكادوا يصلوا لمرحلة الانهيار وفقدان الكل للشعور بالأمان. عدم الأمان هو بيسبب لنا مشاكل. واحدة من القصص اللي بتحكيها واحدة من صحباتنا، فقالت أنا يا جماعة ركبت المواصلات، أيوة. أول ما ركبت قعدت أقل من 5 دقائق المواصلات مشت طوالي، نزلت قلنا طب نزلتي وانتي ما وصلتي مشواري؟ قالت أنا حسيت بعدم أمان، حسيت أنه في حاجات مريبة، يعني حسيت أنه أيوة. أنه أنا ما مرتاحة في الحافلة دي بتاعت المواصلات دي، أو أنا خايفة، أو حسيت أنه نازل حيختطفوني. يعني هي من عدم الأمان بدأت تألف قصص وتتخيل لها حاجات على حسب الأحداث. أيوة تخيلت لها أشياء خلتها هي خلاص ما عندها حل غير إنها تنزل. يعني طيب أنا أقول لك كلام، يعني أنا واحدة من الناس اللي فعلا أنا ذات عشت مواقف زي دي. يعني على حسب الحاجة الحاصلة، أنا ممكن أكون ماشية في الشارع فجأة أقوم وأشوف إنه الشارع ده ما فيه ناس كتير، يعني واحد بعيد هناك ممكن يكون لكن ما حيخدمني في حاجة لو حصلت شيء. واحد بقى قريب هنا، أنا والشخص الواحد الموجود في طريقي ده إحنا بس بقينا الاثنين. هل الأمان في البعيد ولا في القريب؟ بتفضل إيه؟ يعني بيبدأ الخوف من الشخص القريب طبعاً، بيبدأ الخوف إنه الشارع ما فيه زول، طيب أنا وهو يلا إحنا ماشيين في اتجاه واحد وهنا الشارع بتاع الزلط العربات ماشي، بقوم بعمل شنو؟ أنا واحدة من الناس بمشي على مكان العربات، بقطع الزلط بمشي في الاتجاه الثاني عشان هو الشخص ده يكون في اتجاه وأنا أكون في اتجاه كده كويس، لكن أنا وهو أكون في نفس الاتجاه وما في شخص ثاني ما بقدر أمشي معه في نفس ما دام الحيطة فاضية. وده عدم أمان في الشارع العام بصورة مخيفة، يعني أنت لازم تكون حذرة إنه ممكن تواجه حاجات كثيرة. ودي بيحصل لك بتين لما يكون في مجموعة من القصص والروايات والمواقف اللي بتكون صحيح حصلت، إنه مثلا كده في الشارع وشالوا منا موبايله وشالوا منا خطفوا شنطته، لما كمية سواء كانت إشاعات أو حاجات هي حقيقية حاصلة، إنه لما تكون في كمية من الروايات وكمية من القصص يعني اللي بتخليه اللي فيها نوع من عدم الأمان، فبالتأكيد أنت بتكوني، لأن الشعور بالأمان هو شعور ما مفتعل، هو شعور تلقائي، ميكانيزمات اللي هي في النهاية هي هرمونات في النهاية موجودة في الجسم بتتفاعل على حسب المواقف على حسب. عشان كده بنلقى نحن دائما احساسنا بالخوف الشديد في السوق، بنكون حريصين جدا، كل زول تلفونه في شنطتك قدامك اهم حاجه، يقول لك اذا انت ماشي السوق اي زول بيقول لك انت ماشي السوق خلي بالك من شنطتك، ده معناها خلاص عدم امان متفق عليه في الاسواق، انه انت بتتنشلي بتتسرقي بتحصل لك اي مصيبه، عشان كده لازم تحرصي على شنطتك مهما كنت منه. يعني مش انه انا حتى لو شنطتك دي فاضيه اختصاصي نفسي انا اقاوم الشعور اللي هو شنو الشعور العام، لا طبعا نهائي ما بقدر. يعني انه حتى لو كنت كاختصاصي نفسي ما معناه انه انا اكون كل التفاعلات الهرمونيه اللي بتحصل في جسم الانسان انا قادره على التحكم فيها، صحيح. انا لا استطيع ان اتحكم فيها لانها هي تفرز على حسب المواقف على حسب الاحداث على لكن حسب حتحكم في نفسي، ايوه انه انا اتصرف بس سلوكي اقدر انه انا اخلي سلوكي يكون بطريقه متزنه شويه. يعني مثلا انا ممكن الشخص اللي شفته قدامي وماشي ده اقوم اتصرف قدامه كده بطريقه من الريبه لدرجه انه هو يحس بيها واجري مثلا، لا انا بكون بالراحه قبل ما يصلني بمسافه موزونه انه اكون كاني ماشي في الاتجاه الثاني بس يعني ان انا كاني فعلا ماشي في الاتجاه الثاني بدون ما تحسسيه بدون حتى ما يحس، لكن هو مشاعر بس موجوده داخلي. يعني انا بس طريقه السلوك اللي انا بسلكه في اللحظه دي بس انه بكون مختلف، يعني عكسي تماما. مثلا هسه زي الخوف، شخص يخاف من منطقه عاليه او يخاف من ضب من عنكبوت حاجه زي دي،
أنا كشخص عارفة إنه هي الحاجة دي ما حتسبب لي مشكلة، ممكن سلوكي يختلف عن الشخص الآخر اللي صحيح. هو ممكن يتصرف تصرف ما سوي وما جميل هو براه إنه مناسب مثلا. أيوة، حتى وجود لحظة الخطر ممكن يكون أيوة سلوكياتنا أو أسلوبنا في التعامل مع الحاجة بس بيختلف. لكن الأمان مهم بالنسبة لنا، مهم، والأمان مهم في حياتنا، مهم في بيوتنا، مهم في الشارع العام، البيئة اللي احنا بنعيشها. عشان كده نحن دايما مكان بنمشي بنفتش لمكان الأمان عشان نكون قريبين منه، بنقعد جنبه، بنتحسسه وبنحسه عشان يديني إحساس بالطمأنينة وبالحياة. شكرًا ومقدرين لك أستاذة رشيدة، شكرًا جزيلًا. وأنا كمان شاكرة لك وشاكرة لكل المشاهدين اللي تحملونا. نعم. وإن شاء الله ما نكون وصلنا لهم الإحساس بعدم الأمان، ولكن نكون ساعدناهم في إن هم يقدروا لأنفسهم يوجدوا نوع من الأمان إن شاء الله. شكرًا جزيلًا، نشوفك تاني إن شاء الله ونحن أكثر أمنًا وأمانًا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرًا أستاذة رشيدة، اختصاصي نفسي.